بسم الله الرحمن الرحيم. دي كلمة لطلبة هندسة عين شمس بتخص ما سيجرى إن شاء الله بإذن الله الأسبوع الجاي، اللي إحنا نحب الطلبة كلهم يعرفوا إيه اللي هيحصل الأسبوع الجاي في الكلية وأهمية الأسبوع الجاي إن شاء الله. إحنا هنتكلم في مجموعة من النقط المحددة جدا. معنى الاعتماد إيه؟ ومعنى اعتماد الجودة إيه؟ احنا بنقول احنا بنسعى للحصول على الاعتماد، ما بنقولش ان احنا بنسعى للحصول على الجودة. الاعتماد بمعنى ان ممارسات الكلية واداء الكلية يتقاس بمعايير عالمية، ويتقال ان الكلية ده هي بتتبع الاساليب التعليمية المعتمدة دوليا ولا لا. بمعنى ان الخريج بتاع الكلية، هنقول ان في خريج كليه معتمد وفي خريج كليه غير معتمد. طبعا ان شاء الله باذن الله احنا بنسعى ان خريج هندسه عين شمس يبقى من كليات الهندسه المعتمده في بلدنا مصر. ده هيمكنه ان هو يتفتح له اسواق عمل بتسعى الى الجوده دهي، بتسعى الى هذا العنوان في الخريج اللي طالع من كليات في مصر داخل مصر. اما في اي دول اوروبيه او عربيه حوالينا، عين شمس معتمده دي هتسهل له امور كتير جدا، دي هتفتح له سوق عمل كتير جدا. حقيقه هو ده الهدف اللي احنا بنسعى له ان شاء الله. المعايير دي انا عشان ما نبقاش بس العمليه يعني مختصره زياده عن اللزوم وتبقى فيها ابهام، المعايير دي تخص ان المناهج اللي احنا بنشتغل عليها تكون على احدث المعايير العالميه. المنهج بتاعك اللي بتتعلمه في هندسه عين شمس يكون اذا ما كانش زي يبقى احسن من اي جامعه موجوده بره في اوروبا او في امريكا او في كندا. معايير اخرى زي انشطه داخل الكليه للطلاب، معايير عيادات موجوده ان شاء الله ربنا ياخد اي حد فينا ليها ان شاء الله. المعايير نقول عليها الصحة والنظافة العامة اللي موجودة في الكلية، الكلام ده كله معايير حتى داخل الفصل الدراسي اللي احنا بندرس فيه، داخل المعمل، الاجهزة اللي احنا بنشتغل عليها، كل الكلام ده هو لازم يكون في احسن صورة. يتقاس ازاي؟ يتقاس بفريق مراجعة يجي للكلية ويقول ويدرس كل مادة ولا لا. ازاي بدأت الحكاية ده؟ هي الحكاية دي بدأت حقيقة نقول انها بتبدأ من الطالب. فعلا الطالب عنصر مهم جدا ان هو يبتدي يقول انا محتاج ان انا اتعلم بالشكل الفلاني، ايه الشكاوى بتاعتي اللي انا شايفها في العملية ده هي. يعني الطالب عندنا محور مهم جدا يبدأ منه الوصول للمعايير المظبوطه ده هي. بيحدد لنا الشكوى بتاعته، احنا بنحدد ازاي نحلها، بنحدد تايم فريم او زي ما بنقول خطه زمنيه ان احنا نحل بيها الشكاوى ده هي. يكون في اليه ووسائل وقنوات اتصال بيننا وبين الطالب علشان يقول الراي بتاعه. احنا هننهي المهمه جدا في الاتصال ده هو، لكن حقيقه القصه قلب العمليه كله بدا من مجموعة من الطلبة اللي أصبحوا معيدين، مجموعة من الشباب اللي كانوا محور كبير جدا لفريق الجودة. هم شافوا ودرسوا بعد ما تخرجوا إيه هي المعايير دهية، إزاي نبتدي إن إحنا ننظم الورق بتاعنا، إحنا النهاردة الموقف الحالي بتاعنا إيه؟ إيه الصور اللي موجودة غير مرضية في الكلية بتاعتنا؟ إيه الصور اللي إحنا عايزين نوصل لها؟ ايه هي خطة العمل بتاعتنا؟ ايه هو الجدول الزمني بتاعنا؟ باختصار شديد جدا هو ده خطة العمل اللي احنا اشتغلنا عليها في الثلاث سنين اللي فاتت. 70% منه من شباب الكلية اللي كان طالب وبقى معيد. والمعيدين دول هم اللي كانوا ورا ان هم يمسحوا، بنقول عليها مسح معماري ومسح مدني لكل بقعة من بقع الكلية علشان نعرف الامكانيات المتاحة ايه، عشان نوصل في سنة 2020 عشان نوصل في خطة خمسية محددة لجودة تعليمية أعلى.
هم سموها حلم، لكن احنا بنقول عليه ان هو خطة عمل تحقق منه حاجات كتير. الحقيقة انا عايز اركز دلوقتي على النقطة الثالثة اللي هي حقيقة القصة بتاعتنا مش الاسبوع الجاي. القصة بتاعتنا اكبر بكتير قوي من الاسبوع الجاي. القصة بتاعتنا مش الاربع ايام اللي هم المراجعين للجودة هيجوا يزورونا ويقولوا علينا ان احنا كلية معتمدة ولا لا، معتمدة ولا لا، ده خريج معتمد ولا لا. وان شاء الله ان احنا هنعتمد ان شاء الله. احنا عندنا ثقة كبيرة جدا في ربنا سبحانه وتعالى، وثقة في نفسنا، وثقة في الطالب، وثقة في الخريج بتاعنا اللي هو دايما بيحتل اعلى المستويات في التعيينات في بلدنا. القصة مش اربع ايام. احنا لو عايزين ان احنا الاربع ايام دي نقول ان احنا متواكبين مع متطلبات الجودة كنا نعمل باقل بكتير قوي من اللي حصل بصراحة. يعني هما بيقولوا في متطلبات مثلا على سبيل المثال البسيط جدا ان لازم يكون في منشآت رياضية او ملاعب. احنا كنت ممكن جدا بربع التكلفة اللي اتعملت ان احنا ممكن جدا ان احنا كنا ممكن نعمل الملاعب ونقول ده كلام كفاية وان ده كده هيساتسفاي زي ما بنقول او يعني يستوفي المتطلبات. لكن الحقيقة ان احنا لما عملنا ملاعب عملناها في فوق. كان ممكن جدا انها تفضل الصبح بس. لكن احنا صممنا ان هي لازم تضاء بالليل علشان شباب الكلية يعيش اكبر مية الجامعية بتاعته السليمة. الجميل في الموضوع ان الادارة مش شغالة لوحدها، الادارة شغالة مع اتحاد الطلبة، ايدهم في ايد بعض، عملوا اللائحة مع بعض، عملوا اللائحة اللي بتنظم الكلام ده. هي لوائح كتير اتعملت بالتعاون مع اتحاد الطلبة. على سبيل المثال الثاني، احنا اجتمعنا في سبتمبر اللي فات وكان في صوت للطلبة عام بان في معايير نظافة معينة عندنا في الكلية غير راضيين عنها، واحنا اتفقنا كلنا على هذا عدم الرضا. كان ممكن جدا ان احنا نعمل طفرة في اسبوع واحد علشان الفريق الجودة اللي هو بيجي يراجع علينا يستوفي المتطلبات وبعد كده يمشوا وزي ما بنقول ايه نرجع كما كنا. لكن احنا عايزين ان ده يبقى في ادارة مستدامة، علشان كده في عقد اتعمل مع الشركة، ودي كان كلية نقدر نقول عليها اللي بتسبق في جامعة عين شمس كلها الحمد لله، انها توصل انها تتعاقد مع شركة نظافة انها توصل بينا لمستوى. انا الحمد لله اللي انا سمعه من الطلبة ومن طلبة الدراسات العليا ومن اعضاء هيئة التدريس على المبنى التعليمي الجديد وعلى المبنى الرئيسي وعلى المستوى اللي هو وصل ليه النظافة فيه في كل جزء، حاجة تشرف وحاجة يعني تخلي الطالب فعلا يقضي أكبر وقت في الكلية وهو متمتع بالدرس بتاعه، متمتع بالمعمل، متمتع بالمحاضرة بتاعته، متمتع بالرياضة اللي هو بيعملها، ومش محتاج أي حاجة إن هو يطلع بره السور بتاع الكلية إن هو يجيب يعني يشتري أي حاجة أو إن هو لا. الكلية تبقى زي ما بنقول فيها اكتفاء ذاتي من كل النواحي. في زي ما بنقول بعض صالات الرسم في قسم التخطيط على الويب سايت بتاعنا وموجود على السي دي اللي هيتوزع إن شاء الله هيبقى متاح للطلبة كلها إن هي تشوف الكلام ده موجود، التجديدات اللي بتتعمل في الكلية ده هي بتتعمل إزاي. كان ممكن جدا إن احنا شايفين كل اعمال الحفر اللي بتتم في الكليه دلوقتي، كان ممكن جدا ان احنا ناجل اعمال الحفر ده هي لبعد زياره الجوده. ولكن عشان نعرف ان اعمال الحفر اللي بتتم في الكليه دلوقتي لتغيير شبكه مياه للكليه انشئت في 1930. فجوده المياه اللي بيشربها الناس جوه الكليه احنا مش راضيين بيها. بالرغم احنا دايرة صغيرة في الكلية اللي تعرف الكلام ده، احنا مش قادرين نستنى دقيقة واحدة. ممكن يكون في الشكل العام ان الكلية بيحصل فيها حفر كتير والشكل العام زي ما نقول ممكن ما يبقاش شيك مضايق الناس، لكن اهمية الموضوع ده ان هو يتعمل دلوقتي مش بكرة. احنا خدنا القرار وان شاء الله باذن الله
انا اطمن جدا. اهم حاجه عندي ان احنا نشرب ميه نظيفه جوه الكليه، والاعتماد ده ممكن يكون بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير جدا في الكليه يجي في المرتبه الثانيه، صحه الناس هي مرتبه رقم واحد. النقطه اللي بعد كده اللي هي الاداره المستدامه. الحقيقه احنا زي ما بنقول لما بنتعاقد مع شركه احنا بنضمن في نفس الوقت موارد ذاتيه جوه الكليه علشان نقدر نوفي الالتزامات ده بدون ما نحط زي ما بنقول يعني مسؤوليات كبيره على كاهل الدوله. كل ما بنكون مواردنا ذاتيه ونقوم بنفسنا كل ما مخاطر عدم الاستمرار بتقل. الكلام ده يعني الاداره المستدامه دي من ناحيه الموارد الذاتيه بتتوفر، من ناحيه في قرارات لمجلس الكليه اتعملت لما تيجي اداره من الكليه تستلم من اداره اخرى، ايه هي المستندات وايه هي الخطط وايه هي الاولويات بتاعه المشاريع وايه هي الاتفاقيات اللي اتعملت مع المجتمع المدني، الاتفاقيات اللي اتعملت مع اتحاد الطلبه اللي بنقول ايه موثقه في مجلس الكليه عشان نضمن استمرار اللوائح اللي بتتعمل، النظام اللي بيتعمل، الجوده اللي احنا بنوصل بيها. انا بكرر ان اهم قناه من قنوات الاتصال اللي احنا بنعتمد عليها هو اتحاد الطلبه. رقم تليفوني موجود معاهم، الرسائل اللي بيبعتوها لي لو انا ما قدرتش ارد على التليفون فانا برد برساله حتى وانا قاعد في مقابله ليهم، الكلام ده حصل النهارده وبيحصل كل يوم. بصراحة الإيميل بتاعي مفتوح ومعروف لكل الطلبة، كل اللي موضوع إن الطالب لازم يبعت من الإيميل بتاع الكلية، كل طالب في الكلية له الإيميل بتاعه اللي هو يبتدي بالآي دي @ng.asu.edu.eg إنه هيتجاوب عليه أو هنقول له إحنا حاطينه في الاعتبار في الخطة بتاعتنا إن شاء الله تتغطى الشكوى دهيت إمتى إن شاء الله بإذن الله. يبقى في ايميل وفي اس ام اس لكل وكيل من وكلاء الكليه، في الاوفيشال ايميل زي ما بنقول لكل رئيس قسم في الايميل بتاعه. دي وسيله مهمه جدا. انا حقيقه ما بعتمدش على الفيسبوك كقناه اتصال رسميه. ليه؟ لان انا معايا البورتال بتاع الكليه اللي بيبتدي دلوقتي يخش فيه استخدام اوسع للكليه. انا بتكلم على البورتال اللي هو بنقول عليه الموقع التفاعلي غير موقع الكليه. في بعض الناس بتستخدمه بطريقه مكثفه جدا جدا، لسه عايزين نتوسع فيه، ولكن يعني في اقسام كتير زي الهندسه الالكترونيات القسم بيستخدم البورتال بشكل عنيف جدا، عاملين صفحه للاستاذ، صفحه للماده، صفحه للمعمل، الكلام ده موجود في الكليه. بنقول عليه بورتال .ng.asu.edu.eg للي عايز يشوفه، لان الويب سايت بتاعنا هو ng.asu.edu.eg. الكلام ده كله لازم يكون محفوظ بالنسبه لنا. اللي هو ما يعرفش الايميل بتاعه يبعت، انا اقول لك ابعت ايميل لدين، dean@ng.asu.edu.eg، واعرف ان الايميل بتاعك هيتعمل بسرعه. لو نسيت الباسورد بتاعتك هيعرفوا يعملوا لك ريسيت ويدوا لك الباسورد من اول وجديد. دي قنوات الاتصال الرسميه بتاعتنا. اي حاجه بتتعمل في الكليه احنا بنهدف لثلاث اشياء. واحد، رقم واحد اللي هو الاساس حتى للاثنين التانيين، اللي هي جوده التعليم اللي بياخدها الطالب لهندسه عين شمس، اللي هو بيديني جوده خريج متصل بسوق العمل اللي هو هيعمل دراسات عليا. الهدف الثاني لينا الدراسات العليا والريسيرش بتاعنا يكون متميز. واللي عايز يشوف الريسيرش بتاع الاساتذه بتوعه كلهم يخش على سكولر جوجل ويكتب ng.asu.edu.eg، هيطلع له الاساتذه بتوع الكليه كلهم والمجهودات البحثيه بتاعتهم كلهم عشان تشوفوا احنا ازاي جامدين، ازاي واقفين على ارض صلبه كويس جدا وعارفين بنعمل كويس قوي ايه، سواء كان في التعليم او في البحث. احنا بنخطا، احنا ناقصين في حاجات كتير، ولكن المهم ان احنا اول حاجه نعرف الخطا بتاعنا ايه ويكون عندنا المقدره الذاتيه في تصليحه. ثالث حاجه اللي هي خدمه المجتمع والبيئه، واحنا عندنا من اقوى مراكز الاستشارات والوحدات الخاصه والمشاريع الدوليه اللي بتتعمل جوه الكليه
او هيئات عالميه. الثلاث نواحي دول الكليه بتاعتنا الحمد لله متميزه فيهم، وكل اللي هو بيعمله فريق الجوده الاسبوع الجاي ان شاء الله ان هو بيتعرف على كل النواحي دي مره واحده. عشان كده احنا عاملين ملخص للكلام ده كله للطالب، للاستاذ، للمعيد، للموظف، لكل فرد في الكليه، ان هو فرصه ان هو يشوف المجهود اللي اتعمل في السنين من اول دفعه اتخرجت من الكليه في الخمسينات الى يومنا هذا. ده جهد متراكم، ده جهد متصل، ان شاء الله باذن الله دايما في احسن الاحوال ودايما في تقدم ورفعه لكليتنا اللي كلنا بنحبها. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.